السلام عليكم، معكم رشيد البارودي، رئيس جمعية البغاة الحرفية للصباغة المعمارية، رئيس اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الحرفي للصباغات المعمارية اللي فيه واحد مجموعة ديال الجمعيات كتمثل الحرفيين عبر الوطن. وهذا الملتقى هذا تحت شعار حرفي للصباغة المعمارية بين التنمية والسلامة الصحية. حيث كل من الصناع والحرفيين اللي جمعنا هذا النهار هذا من اجل نتكلموا على مجموعه ديال المطالب الصناع، منها المشاكل ديال حوادث الشغل اللي كتوقع لنا، هي كتسبب مشكل كبير للصناع، وهي عباره عن كارثه للصناع كيعيشوها في يوميه. الصباغ مثلا حاليا لنا هو كان كيعاني غير من المشكل ديال لقمه العيش، دابا حاليا كيخرج وكيشوف كيفاش يعمل يرجع للدار ديالو سالم، ولهذا كنحاولوا ننظموا هذا القطاع هذا. معكم العبودي رشيد، كاتب عام جمعيه بن بطوطه الحرفي للصباغه المعماريه العامه باقليم طنجه اصيله. ببداية ابدا تنشكر الجهات المسانده لنا، كل من الشركات التي ساهمت معنا بدون ذكر اسمائها، وكذلك ومثال كاينين معنا غرفه صناعه التجاره والخدمات وغرفه الصناعه التقليديه، وكذلك مقاطعه بني مكاده، وكذلك ومثال الجامعه الحضاريه اللي دعمتنا بشكل كبير بزاف. ومن هذا المنبر تنوجه الدعوه لجميع المنخرطين في هذا المجال، الا وهو مجال الصباغه بصفه عامه، لمساندتنا في هذا اللقاء، ونطلبوا منا نخرجوا بعده توصيات، واللي غتكون ضمن التوصيات اللي غادي نخرجوا بها هي الهيكله او البحث على الهويه ديال شكون هو الصنايعي، ثم بعد ذلك الهيكله، ثم بعد ذلك الخروج بتوصيات والخروج لملتقى اللي غادي يجي من بعد من هذا الملتقى هذا بمشيئه الله، باش نقدروا نوحدوا المجهودات ديالنا بصفه عامه وبدون مساومات. وكذلك ومثلا نحاولوا نسعوا الى وضع هيكله او خطه طريق لدمج ما يتعلق ب التأمين الإجباري لفائدة الصناع، وكذلك ومثال التغطية الصحية اللي غادي نحاولوا نسعوا لها، ماشي هي عندنا، وأنا غادي نحاولوا نسعوا لها بما أتيحت لنا من جهد ومن قوة بمشيئة الله.